بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي واحترامي لجميع الهواة والمربيين من قناة زيت ربي كلبك للكابتن والأستاذ والمهندس وليد يونس حبيبنا وأخونا واللي علمنا واللي هو نعتبره يعني مؤسس الهواة سبحان الله. المهم اليوم فيديو شرح للجراوي اللي عمرهم من 10 إلى 12 يوم لما يدخلوا 25 يوم أو 30 يوم، طبعا بعد ما تكون إنه الأماية إنه حليبها صافي ما فيها صديد باللبن ما فيها جراحة وما فيها دم. أنا شخصيا باشرت من أول يوم من عمر الجرو أو أول 5 دقائق بعطيه الزبادي ده اللي هو تبع المصانع، مو الزبادي البلدي لأن البلدي دائما يكون به الدسم العالي. أوكي ده أي نوع بس أهم شيء يكون تبع المعامل الصناعية المعامل البشرية. تمام ده اول 5 دقائق لما نزل عند الجرو اعطيت لمدة 10 ايام يعني مع صدر امه بس من الزبادي. احنا بالعراق نصيح للروضة من الزبادي اللي هو مو الزبادي الطبيعي تبع الجاموس او تبع البقر. تمام خلصنا اول 10 ايام نعطيهم قطر قطرتين كل ساعة كل ساعتين 3 قطرات 1 سيسي 2 سيسي تدي المراحل من غير صدر الأم. طيب عبر 10 أيام أو 12 يوم بسم الله ما شاء الله إنه الكلب ما في لا صديد ولا مشاكل. نبدي بعد 12 يوم وبعد 10 أيام بالمرحلة الثانية اللي هي الزبادي نمبر 1 بيضة اللي هي تبع البروتينات. أوكي اهو طيب واتاكد ان ما فيها قشر يعني وقع على الاناء. وفي موضوع عندنا سريلانك او الفورميلا، انتبهوا يا اخوان في موضوع السريلانك او الفورميلا هذا بالشعير، في عندك بالكاكاو، في عندك بالفورميلا، في عندك في العسل، في عندك بالموز. انا انصح بالشعير وفي منه باكيتات يعني بيبيعوه تبع الصيدليات او الاسواق على مستوى يعني هاي القنينه او الشيشه تقريبا وزنها 250 غرام يعني ربع كيلو. اوكي معاها بيضه واحده فقط ومعاها نخلي او نوضع الفورميلا او السريلان بالشعير. اوكي تعرفين انه او تعرفون انه في عندنا موضوع حظر التجوال بسبب كورونا بالعراق او باقي الدول العربية وغير العربية ملعقتين ثلاثة سبب لانه الجراوي عبرت 20 يوم. تمام يعني بديت انه اتخن وبديت انه كتر. تمام طيب اخلطهم مع بعض اهو اهو دائما تردنا المشاكل بولادة الكلب الجيرمان لونج هير اللونج هير اللي هي تبع الشعراية طويلة يعني مو انه ميديم هير ولا الشورت هير اللونج هير كلها مشاكل يعني صراحة. طبعا لها مالتي يكون نظيف 100% نجرهم يتحمل معدتهم وبأخلط البيضاية على الزبادي على الفورميلا خلاطة مربوطة وصحيحة بدون اي ترك.